دلوقتي هنتكلم عن مرض منتشر وخطير جدا بالنسبة للكلاب، هو مرض البارفو. مرض البارفو ده باختصار يا جماعة كده هو مرض أشبه بمرض الحمى كده عند القطط، والمرض ده سبب انتشاره هو براز الحيوان نفسه، لأن البراز فيه الفيروس، فالفيروس ده بينتشر بسرعة جدا. أعراض أهم ما يعني يتميز بيه المرض ده من أعراض القيء، الإسهال بيبقى طبعا فيه نسبة من الدم، حالة الخمول في الكلب، الجفاف اللي بيسببه الإسهال ده. طبعا المرض ده بيحصل للكلاب في كافة الأعمار، بس منتشر أكتر من للجرو اللي هو أو الكلب اللي عمره أقل من عام. ازاي اقدر اتحسن من المرض ده؟ ان ما الكلب كده مش هياكل، بس ان انا اديله محاليل، تمام، ما اكلوش عن طريق الفم تماما، بعض الادويه المقاومه للغثيان والقيء والاسهال، ولازم يبقى الكرسي مكثف جدا لو انا عايز احافظ على الكلب ده، لان في مجرد 14 يوم الكلب لو ما خدش الجرعه المكثفه هيموت تماما، لان طبعا يا جماعة المرض ده بيصيب القلب بأزمة قلبية حادة لو ما تلحقش. شكرا لكم.